أما عن بعثة منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية فسافرت النهاردة لليونان استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية واللي هتستضيفها اليونان في الفترة من 21 لحد 26 يونيو الجاري. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني وكابتن إسلام صابر كمدرب عام اختار قائمة من اللاعبين ضمت كل من محمد جمال، محمود أحمد بندقية، أحمد سيد سايكو، عمر الفولي، محمود نعمان، عمار الباز، بولا اشرف، عبد الله فاروق، محمد مجدي، جمال صلاح. منتخب طبعا كره اليد الشاطئيه تاهل لبطوله العالم باليونان بعد التتويج بلقب بطوله افريقيا لكره اليد الشاطئيه اللي كانت طبعا تم اقامتها في المغرب. منتخبنا الوطني لكره اليد الشاطئيه هيلعب ضمن المجموعه الثالثه واللي بتضم منتخبات الدنمارك والنرويج وايران. كل التوفيق ليهم بإذن الله وبنتمنى لهم إنجاز كبير إن شاء الله زي ما معودنا.